اهلا بكم اعزائي المشاهدين في برنامجكم صحتك. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو السمنه والنحافه. تصنف النحافه والسمنه ضمن امراض واضطرابات سوء التغذيه والمرتبطه بمستويات غير طبيعيه من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائيه في الجسم، وهي امراض شائعه ومنتشره بشكل كبير في العالم. خلينا نرحب مع بعض الكابتن عبد الحميد المدوري، مدرب كمال اجسام، مدرب معتمد من الاتحاد المصري وخبير في السمنه والنحافه. ازي حضرتك؟ عايزين نسالك بس كده، هي ايه انواع السمنه؟ نوع السمنه في اكتر من نوع من السمنه. في سمنه بتنتج عن ان الواحد بيفرط في الاكل، في سمنه هرمونيه، في سمنه لعادات غلط بناكل في مواعيد مختلفه او في مواعيد مش كويسه. كلها انواع من انواع السمنه. تمام. ايه الفرق بين زياده الوزن والسمنه؟ زياده الوزن ده يعني انا عندي 3 4 كيلو، يعني لغايه 5 كيلو، ده زياده اسمها زياده وزن. 7 كيلو اقصار. انما سمنه يعني سمنه مفرطه، يعني انا عديت الرقم المسموح بيه. طب وايه حضرتك شايف ايه يعني الشباب في سننا ايه اللي يقدروا يعملوه علشان ما يعانوش من المشكله دي زياده الوزن؟ لازم اعرف اكل ايه وامتى، ولازم امارس الرياضه. ده مهم جدا. دي حاجات سيئه جدا بيعملوها الشباب، خاصه الجيل بتاع الايام دي، زي الحاجات المياه الغازيه، زي الاندومي، زي الشوكليت، الانواع اللي هي مش الدارك شوكليت. يعني الحاجات دي كلها بتعمل سمنه جامده جدا، وعندك كل المياه الغازيه جميع انواعها حتى الدايت بتسبب مشاكل في العظم. طب حضرتك شايف ازاي نقدر نحافظ على وزن ثابت معين غير الرياضه؟ يعني غير الرياضه والاكل عامه. بص، الحفاظ على 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 ان يبقى عندك تشيك كويس، ان انت 85% برنامج غذائي و15% برنامج رياضي. بس عايز كده تطلب من كل الشباب ان هم يبقوا ماشيين على نظام غذائي على طول، يعني كل واحد بيفكر هو ما عايز ياكل. ما فيش حاجه اسمها ان انا هحرم نفسي من اكل كذا علشان انا ابقى تشيب. لا، كل حاجه وكل اي حاجه، بس لازم تعرف تاكل ايه امتى وقد ايه. انا ما قلتش ان انا امنع الاكل، ما قلتش امنع اي حاجه، انا قلت بس نعرف ناكل ايه امتى وكميه قد ايه. ننتقل بقى للموضوع اللي هو عكس السمنه خالص، النحاف. حضرتك شايف ازاي يعني في اشخاص بتاكل بكميات مهوله وبرده ما بتزيدش في الوزن؟ ممكن الاشخاص دي كتيره في المجتمع العام وبيعانوا مش عارفين ازاي يحلوا المشكله دي. ده اللي بيتحكم فيه الغده الدرقيه. الغده الدرقيه بتاعت الشخص اللي بياكل كميات كبيره بس مش باين عليه اكتف زياده عن اللزوم. بلس ان بتلاقي الشخص برده اللي عنده نحافه عنده حركه مفرطه جدا، ما بيقعدش طول النهار عمال يلف بيحرق اكتر. فده على طول بيحرق. طب وهل دول ممكن اصلا يعني يروحوا الجيم او يروحوا يعملوا رياضه؟ لازم يروح الجيم، بس ده كده مش هيخليه يعني يقص اكتر. لا بص يا استاذ، يعني هقول لحضرتك معلومه ما اعرفش، في ناس كتيره برضو غيرك ما يعرفهاش. الجيم مش بس للتخسيس، الجيم مش بس للصحه. لا لا لا، مش قصدي نفس الجهاز اللي انا هستعمله علشان اخسس شخص هو نفس الجهاز اللي هزيد بيه الوزن. الفرق في تكنيك التمرين والاوزان اللي هيتزاد بيه والعكاز برضه. يعني انا لو جاي لي واحد بيعاني من سمنه، نحط له وزن ضعيف واخليه يعمل ريبيتيشن عالي، تكرارات عاليه، يعني الدور الواحد يعمل فيه 20 عده، 25 عده، حاجه زي كده. لكن لو جاي لي شخص نحيف وعاوز يزيد، هزود له الوزن واقلل له الريبيتيشن، اخليه يلعب بالوزن اللي بالعافيه يجيب بيه 10 عدات كده. يبقى انا بحاول ازود له المصل بتاعه، بحاول اكبر له العضل بتاعه. طب ايه النصيحه اللي تحب تقدمها للاشخاص اللي بتعاني من النحافه؟ اول حاجه هدي تفكيرك شويه. ثاني حاجه حاول تنام بدري، تصحى بدري. ثالث حاجه لازم تاكل ما قل حجمه وكثر سعراته الحراريه. هدي مثال واحد بسيط. لا امثله بقى، معلش اصل ده موضوع كبير جدا. يعني مثلا المكسرات برضو ليها دور قوي. لا، المكسرات دي دهون صحيه مش دهون ضاره، فالمكسرات مش هتدي لك الوزن الزياده الا لو اكلت منها كميات كبيره، وده طبعا صعب جدا لان ظروف الحاله الاقتصاديه عامه صعب ان حد ياكل كميات كبيره من المكسرات. لكن ممكن ناكل ما قل حجمه وكثر سعراته الحراريه، زي مثلا الايس كريم. بوله الايس كريم قد كده بس سعراتها قد كده. تمام. الشوفان لو اتاكل بعد الاكل يدي زياده وزن. لازم اركز برضو على الحاجات اللي فيها كالوريز عاليه بالنسبه للشخص اللي عنده النحافه، على النقيض تماما للشخص اللي عنده السمنه. يقلل طبعا كميه السكر.
شكرا جدا لحضرتك، وبكده تكون انتهت حلقتنا النهارده، ونشوفك في حلقه جديده ان شاء الله من برنامج صحتك.